رغم كل شيء عم بيصير حوالينا، دعم الأولاد اللي بحاجة لمساعدتنا رسالة تبنيها سكيلد سنتر من 2010. وإذا فيني أطلب منكم طلب لكل اللي عم تسمعوني بهالتسجيل، إن كان أولادنا عندهم صعوبات أو مشاكل أو أي إعاقة عم تأثر على اكتسابهم الأكاديمي، خلينا نحط هالمشاكل كلها بعلبة وما نكون بحالة نكران، نسمي العلبة تحديات ونشتغل على تحسينها. ولأنه الأمور عم تصعب كتير حوالينا، الإخصائيين بمركز سكيلد حطوا إيدهم بإيد بعض ليقدموا لأولادكم هالمكتبة اللي بتحمل عنوان تنمية القدرات. تتألف المكتبة من مجموعة كبيرة من الأفلام، أفلام قصيرة 3 دقايق، هدفها مساعدة الأهل والأساتذة والأولاد إنه يشتغلوا على كل المهارات اللي ناقصتهم. فكرة المكتبة الإلكترونية إجت من فكرة التعلم عن بعد. إذا كنتم مش قادرين توصلوا لإخصائي، شو ما كانت الأسباب، ممكن تكون أمنية، ممكن تكون صحية، ممكن تكون أزمة مالية، نحن جينا لعندكم هالمرة. المكتبة مقسمة لست أقسام، بكل قسم تقدروا تلاقوا احتياجكم. في قسم للتربية المختصة، قسم مع معالجين نفسيين ليقدروا يساعدوكم بالأمور العاطفية، قسم مع أخصائية سلوك، قسم خاص بالنطق واللغة، والقسم الخامس هو عبارة عن معالجين نفسي حركة بيقدروا يساعدوكم بوكبة أولادكم بالحركة وبأشياء تاني عايزينها. القسم الأخير اللي بدي أخبركم عنه هو قسم خاص للأهل، بخبرونا فيه بعض الأهل تجاربهم مع أولادهم، الأشياء اللي تعلموها وبحبوا يفيدوكم فيها. بالآخر بتمنى كل هالأفلام تعجبكم وتستفيدوا منها، ونحن موجودين بمركز سكيلد لنقدم أي استشارة مجانية أنتوا بحاجة لها. منشوفكن على خير.